ما كنتش قاصد شي حاجه بهذاك الفيديو، يعني الناس اللي متبعني في تيك توك عارفين بلي انا الزاليه نضحك، دائما كنضحك في دوك الفيديوهات، وانسان اللي كنبغى بينت ليه بلي فري كنبغي قدام هذوك الناس اللي متبعني انا في تيك توك اخوتي. بصح انا جبت لي بزاف ديال المشاكل اخوتي لما الانسان اللي كنبغى له مع الوالدين دياوله، كذلك مع الوالدين دياولي. دابا مابقاش عندي حتى وجه باش انني نشوف الوالدين دياولي. كتقول لي يا بين لي باش انك كتبغيني، قلت لها انا غنبين لك باي حاجه، وهي كانت رافضه انني نبوس ليها رجليها وقبل كنا تخاصمنا، ولكن قلت لها لا راه عادي، راه واحد الناس اللي متبعيني هما اللي يشوفوا الفيديو. صافي قررت انني نبوس ليها رجليها، بس ليها رجليها ولحقت الفيديو شويه كان فيها كنلقى الفيديو داير بوم، طراو لي بزاف ديال المشاكل. الانسان اللي كنبغي حشاه دابا والديا تخاصموا معاه على قبل هذا الشيء، حقاش ما غير ضاوش، لحقاش حتى شي واحد ما غير ضا انه يتهان وانه يتسب. قد ما ندير شي حاجه اللي خايبه في راسي، حقاش ملي تبان لك الام ديالك كتبكي لحقاش قرات كومونتير انك كيسبوا فيها، المهم اشنو دارت؟ المهم ما دارت والو، انا اللي درت الغلط. انا دابا حاليا ما كنمشيش لدارنا، ما كنجالسش في دارنا حاليا اخويا، انا حاليا جالس عند الصديق ديالي. ما بقاش عندي الوجه باش انا نشوف الوالدين ديالي. انا لسماتك لي زوديو اللي صيفط لي الوالد ولا خوتي تبكي. انا الوالد ديالي كان خدام وجا الناس كيوروا الفيديو كيقول لي واش ولدك، كيقول لي انا ديك الساعه ما كرهتش الارض تحل وندخل الوسط. انا كنعتذر من قدام مغاربه كامل، كنقول لهم سمحوا لي على داك الفيديو. انا ما كنتش قاصد، انا كي قلت لك انا كنت باغي المغاربه يشوفوني مشي صوره زوينه، واي واحد كيبان في شي صوره زوينه. السلام عليكم خوتي، معكم محفوظ العفر، صاحب الفيديو اللي دار درجه حاليا خوتي، اللي كاع الناس كيدويو عليه، اللي بس الانسان اللي كنبغي رجليها، اللي تقريبا ما جاش بزاف ديال المغاربه وكلشي تقريبا كيسبوا الجزائريين كذلك، حتى هما بداو كيسبوا هادشي. خوتي انا راه ما كنتش قاصد شي حاجه بهذاك الفيديو، يعني الناس اللي متبعني في تيك توك عارفين بلي انا الزاليه نضحك، دائما كنضحك في دوك الفيديوهات، وانسان اللي كنبغي بينت ليه بلي فري كنبغي قدام هذوك الناس اللي متبعني انا في تيك توك اخوتي. صافي شويه كنلقى داك الفيديو دار ضجه، كلشي كيبارطاجيو هذاك الفيديو، كلشي كيدوي على داك الفيديو اللي بصح انا جبت لي بزاف ديال المشاكل اخوتي لما الانسان اللي كنبغي له مع الوالدين دياوله، كذلك مع الوالدين دياولي. دابا مابقاش عندي حتى وجه باش انني نشوف الوالدين دياولي. لحقاش كتشوف والديك كيتسبوا؟ انا دابا تكبرت اخوتي وتجيب العار لوالديك، حشومه. حنا كبرنا باش نجيبوا لوالدينا العز ونفتخروا بينا، ماشي نجيبوا لهم الدله اخوتي وبداو يسبوا فينا وهادي حشومه. دابا داك الانسان انا كنبغيه وهي كتبغيني، شنو المشكل اللي طرا؟ هو ان كنا تخاصمنا، كانت هي دارت واحد الكونطرا باش انا نمشي لتركيا وهادي، وانا قررت ان انا نخطاطف، ماشي هي اللي هربت، انا اللي قررت ان انا قلت لها يلاه مشي معايا وشديتها باش انها ما تمشيش. صافي حتى هي بقات معايا، وهادشي علاش انا حاولت انني باش فاش بست لها رجليها، هادشي قبل ما نبوس لها رجليها، فاش انا بست لها رجليها يعني كتقول لي يا بين لي باش انك كتبغيني، قلت لها انا غنبين لك باي حاجه، وهي كانت رافضه انني نبوس لها رجليها وقبل كنا تخاصمنا، ولكن قلت لها لا راه عادي، راه واحد الناس اللي متبعيني هما اللي يشوفوا الفيديو. صافي قررت انني نبوس لها رجليها، وبس لها رجليها ولحقت الفيديو شويه كان فيها كنلقى الفيديو داير بوم، كلشي شاف هذاك الفيديو. ممكن اللي كندوز من حدايا تيقول لي اه لباس المرشور رجليها، لباس المرشور رجليها. الصراحه انا ديجا تعرفت في واحد الاغنيه اللي كيعرفوها بزاف ديال المغاربه، اغنيه عذرينا المهمه نسالو دموعك بسبابي، اغنيه راه كانت ديجا طلعت طوندونس في يوتيوب ديال المغرب اخوتي. يعني كنت انا باغي المغاربه انهم يعرفوني بشي حاجه، شي صوره زوينه، ماشي يعرفوني بها التفاهه. انا نفسي اخويا مدمر ديال بصح والله العام بيا، وما كنعسش اخويا، والوالده ديالي مريضه، طراو لي بزاف ديال المشاكل. الانسان اللي كنبغي حشاه دابا والديا تخاصموا معاه على قبل هذا الشيء، حقاش ما غير ضاوش، لحقاش حتى شي واحد ما غير ضا انه يتهان وانه يتسب. انا شنو درت؟ انا ما درتش شي حاجه ديال العيب، انا يمكن غلط انني بس الانسان رجليها، ولكن باش انك تبقاو تسبوا في الوالدين ودكروا باش ناضوا كيهزوا الفيديو وتصاور كيقولوا انه السحور انه الشعوذه، وداك الفيديو لقى بزاف ديال المشاهده بزاف. انا ما نتخيلاش، انا ما كنتش كنعرف انني هذاك الفيديو غيدير ضجه، اما انا كنت عارف ذاك الفيديو غيدير ضجه، ما كنتش انا نبوستي كاع، انا ما على باليش انه يدير هذا المشكل كامل. من الاشاعات اللي خرجوا انني زعما انا اول حاجه انني انا ماشي راجل. شوف الرجوله ما كتقاش بانني بس الانسان كان بغي رجليها، يعني هذيك راه هذيك واحد النهار غتكون ام، والجنه تحت قدم الامهات. انا الغلط اللي درت اخويا انني بوستيت داك الفيديو قدام البيبليك قدام الناس، ولكن انا على بالي غيشوفوا غير هذيك الناس اللي متبعاني في تيك توك، هذيك 300000 اللي متبعاني في تيك توك هي اللي غتشوف داك الفيديو، اما الناس اللي كيبغيوني وكانوا كيعرفوني قبل من هذا الفيديو يعني جاهم عادي. لحقاش مولفين انني كندير بحال هاد الحوايج، كنضحك بهم كنضحك الناس صافي. وثاني انه ردوا هذا الشيء سحر، يعني احنا في باقي يلاه في البدايه ديال العلاقه ديالنا يلاه بدينا بدا كيدخل الشعوذه، وانا ما كنامنش بهذا الشيء ديال الشعوذه اخوتي. الحمد لله عمرنا ديت السخط ديال الوالدين، تقلقوا مني والدي مرضاوش بداك الشيء اللي طرا، وما عجبهمش داك الشيء اللي طرا خوتي ولا الوالده ديالي ولا الاب ديالي، ما بغاوش داك الشيء. انا
حاس بهم وعذرهم وكنت طلب السماحه منهم في هذا الفيديو هذا، كنت طلب منهم السماحه بزاف حقاش انا راه هادشي كامل كنديرو على قبل الام ديالي، ولكن باش انا تشهل لي الام ديالي ما غاديش نبغيها وما غاديش نتقبلها، نقدر ندير شي حاجه اللي خايبه في راسي حقاش ملاش بان لك الام ديالك كتبكي لحقاش قرات كومونتير انك كيسبوا فيها، اشنو دارت؟ المهم ما دارت والو، انا اللي درت الغلط وانا اللي كنستحق العقوبه، اما الام ديالي ما دارت والو. الام ديالي راه بالعكس راه مسكينه قرات وسهرات، والاب ديالي وكلنا طرف ديال الحلال وكيخدم علينا وما كيخلاش خاص حتى شي حاجه، ولكن باش نجيب لهم العار والذل حاجه اللي ما غيبغيها حتى شي واحد. ولكن نقول هذوك الناس اللي سبوني وعايروني وما عذرونيش في هذا الشيء اللي درت، قبل ما تسب لي الوالدين ديالي حط بلاصتك في بلاصتي وشوف انت واش انك غتبغي اللي غيسب لك الوالدين ديالك. انت ما غاتبغيش اللي يسب لك الوالدين ديالك، واش انا ما غاتبغيش اللي يسب لي الوالدين ديالي. ولا كثر عليا الضغط بزاف راه نقدر ندير شي حاجه في راسي اللي ما تخيلهاش انت، قدر تكون نهايه ديال الحياه ديالي وتكون بسبب دوك الكومونتيرات اللي الناس بداو يسبوني وبسبب دوك الادمينات ديال الجروبات. حقاش انا يلا شاق الطريق ديالي، انا راه 5 سنين وانا في الدومين، 5 سنين وانا كندير الموسيقى، راه من انا ندزت في الراديو ندزت في اذاعه وطنيه اللي هي الاولى خويا ومقاتل مع الحياه، ولكن ما كنتش انا باغي المغاربه انهم يعرفوني في هذه الصوره، ولكن شي دابا الحمد لله عرفوني في هذه الصوره، ولكن مازال ان شاء الله نصلح هاد الاغلاط اللي درت كاملين. حقاش عندي بزاف ديال الحوايج اللي ان شاء الله غادي يشوفهم المغاربه، وانا مرتي راه ماشي بين تاع عريانه، انا عبست لي رجليا انا راه ما كنتش قاتل شي حاجه ديال اللعب، قدرت تكون نهايه ديال الحياه ديالي كامله، ماشي على قبل ماشي غير هذا الشيء اللي كندير هذا الفن هذه الموسيقى وهذا الفيديوهات، قدرت تكون نهايه ديال الحياه ديالي. حقاش انا من الناس اللي كيقيسني كلام الناس، فهمتي؟ شي واحد يقدر صاحبي عايرني شي حاجه نتقلق، نقدر نبدا نبكي وهاد كنت اثر بزاف غير يكون مرض وهاد، وما كان بين ادي حتى شي واحد، انا ما ادي حتى شي واحد، ما جرحت حتى شي واحد، وعمرني ادي شي واحد، وانا والدي رباوني انا ما نتفلاش على بنات الناس وما نديرش العلاقات بزاف وهادي، ومن اي بنت كنشوفها بحال اختي، ولكن نهار بغيت واحد الانسانه حاولت انا نبين لها بلي بصح كنبغيها، وهادي اول مره انني كنبغي شي بنت، صافي هادشي اللي درت انا. وانا دابا حاليا ما كنمشيش لدارنا، ما كنجالسش في دارنا حاليا اخويا، انا حاليا جالس عند الصديق ديالي، ما بقاش عندي الوجه باش انا نشوف الوالدين ديالي. انا لسماتك لي زوديو اللي صيفط لي الوالد ولا خوتي تبكي، انا الوالد ديالي كان خدام وجا الناس كيوروا الفيديو كيقول لي واش ولدك، كيقول لي انا ديك الساعه ما كرهتش الارض تحل وندخل الوسط. انا بالنسبه لي الاصدقاء ديالي عارفيني انا ما قاستش شي حاجه، يعني ما عاجبونيش ما لامونيش، ولكن الناس اللي بعاد عليا وما عارفينش هذا الشيء هما اللي بقاو كيدويو كيدويو. وحتى الشعب الجزائري انا احترامي للشعب الجزائري، حتى هما بداو كيدويو هذاك حقاش هذاك الفيديو في ابليكاسيون في تيك توك راه 10 المليون ضرب ديال المشاهده، انا راه ماشي قليل، دخلت الجزائريين اخوتي راه كومونتير كتلقى فيه 5000 لايك، دخلوا الجزائريين بداو كيعايروا هادي. انا كنحترم الشعب الجزائري، وكاينين الناس اللي متواصلين معايا في انستغرام كيدويو معايا الشعب الجزائري، احتراماتي ليهم. ككلمه اخيره غنقول للناس اللي شافوا الفيديوهات كاملين خارج الوطن، ككلمه اخيره غنقول للمغاربه كاملين انهم سمحوا لي بزاف، حتى انا ما قصدت شي حاجه، انا كنطلب السماحه بزاف، كنطلب السماحه من الوالدين ديالي، كنطلب السماحه من الوالدين ديالي لحقاش انا غلط وما كنتش قاصد انني نغلط، وانا ما بغيتش نجيب لوالدي العار، بالعكس انا بغيت والدي يفتخر بيا، وانا شحال من عام دابا 5 سنين وانا مقاتل وكنخدم على راسي، وبغيت والدي يكون مفتخر بيا، ماشي انه تنكبر ندير 25 في عمري ونجيب لوالدي الدل والعار. يعني انا ما تبغيهاش، وحتى واحد ما كيبغاو، اي واحد كيبغى والدي انهم يفتخروا به. انا كنعتذر من قدام المغاربه كامل، كنقول لهم سمحوا لي على داك الفيديو، انا ما كنتش قاصد، انا كي قلت لك انا كنت باغي المغاربه يشوفوا لي صوره زوينه، واي واحد كيبان في شي صوره زوينه، انا ما كنتش قاصد داك الفيديو ما كتحبش لي غير تبارطاجا وكاع المغاربه غيعرفوا، راه الناس اللي متبعيني في يوتيوب راه عارفين شنو كندير كونسيبت ديالي الموسيقى. نقول لوالدي سمحوا لي بزاف، بالخصوص الام ديالي والاب ديالي سمحوا لي بزاف، الا جبت لكم العار ولا جبت لكم خليت الناس كيهضر عليكم، انا ما كنتش قاصد وما قاصدتش شي حاجه، انا مجرد فيديو درتو وصلني لهاد الحاله اخويا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.